أنا طالع على الرابع، أنت وين بدك تنزلي؟ مراد حاجتك غلاظة، يعني مالك ملاحظ إنه زودتها؟ حكيت لك اللي صار معي، ما في داعي إنه تضل زعلان. شربت قهوتك ولا لسه؟ ولا نفطر مع بعض، شو رأيك؟ أطلب لك سندويشة معي؟ أنا فطران. معناتها شو رأيك ساوي لك قهوة لكن؟ خليها تعدل مزاجك من ايدين حبيبتك ودبل اسبريسو. ما بدي شي بنوب، معدتي متشنجة ومعصب. وإذا بستك بترتاح؟ ايه منجرب، بركي بيتحسن الوضع.